بسم الله الرحمن الرحيم. معكم أخوكم نور الحق من أرض الممنوعات ومسرح الأحلام، معرض غصن الزيتون بمحافظة الجيزة، في عرض جديد من عروضنا اللي ما بتنتهيش. النهاردة هنقدم لكم 5 عربيات سوزوكي فان، موديلاتهم من 2010 لغاية 2016. عربيات حالتها ممتازة وأسعارها حنينة جدا، أسعار في الخيال، مش هتصدقها، مش هتصدق الأسعار اللي احنا هنقولها النهاردة. نبدأ كده مع أول عربية معانا النهاردة، موديل 2016 مرور فيصل، وفيها رخصة 10 شهور ومن الزيرو، وهي مع شخص واحد بس. عربية فابريكا بره وجوه ما عدا أجزاء بسيطة جدا هي اللي رشة. زي ما قلنا ال5 عربيات النهاردة يأكلوا لقمة عيش ويفتحوا بدل البيت 2 و3 كمان. عربيات حالتها ممتازة وأسعارها حنينة جدا. نركز مع بعض عشان نقول لك على موديل كل عربية مواصفاتها، ونقول لك برضو على سعر كل عربية هتلاقيك انت بتتفرج معانا عليها. يبقى قلنا ان دي موديل 2016 مرور فيصل، رخصة 10 شهور من الزيرو، وهي مع شخص واحد بس. فابريكا بره وجوه ما عدا اجزاء بسيطة جدا هي اللي رشة. فيها 4 فرد كاوتش بحالة الزيرو، طقم جنوط اسبور، دواسة جلد في الأرضية، كسو جلد للكراسي عمولة، وفرش في السقف والجناب كمان عمولة، ومكنة وعفشة ولا تجرب، حالة ممتازة جدا. فيها مكنة حالتها ممتازة جدا، موديل 2016. ادي البودي بتاع العربية زي ما احنا شايفين كده، الشنطة من ورا هتاخدها، مش هتصرف عليها على طول، هتشتغل على طول، تطلع تجيب الجنيه على طول. الجنب الشمال زي ما احنا شايفين كده، قلنا 4 فرد كاوتش بحالة الزيرو، طقم جنوط سبور، موديل 2016، مكنة وعفشة ولا تجرب، حالة ممتازة جدا، موديل 2016. سعرها كام؟ السعر بتاع العربية ديك عامل 79,000 جنيه بس. سعر العربية 79,000 جنيه بس. الناس تركز معانا قوي. موديل 2016 مرور فيصل، رخصة 10 شهور، سعر العربية 79,000 جنيه بس. الدواخل بتاعت العربية من جوه زي ما احنا شايفين كده، قلنا دواسة جلد في الأرضية، دواسة فرنساوي، كسو جلد للكراسي عمولة زي ما احنا شايفين كده، فرش في السقف والجناب برضك عمولة، يعني مش هتصرف عليها جنيه واحد، شغالة معاك 100 100. مرور فيصل، رخصة 10 شهور، مكنة وعفشة ولا تجرب، حالة ممتازة جدا. سعرها عامل 79,000 جنيه بس. سعرها في الكاش 79,000 جنيه بس، موديل 2016 مرور فيصل، كاش 79,000 جنيه. دي كانت أول عربية معانا. تاني بقى عربية معانا النهاردة، موديل 2011 مرور فيصل، وفيها رخصة 3 سنين، فيها رخصة 3 سنين، وتوكيل مفتوح بالتجديد والترخيص، يعني كمان لو أنت عايز تجدد وترخص باسم صاحبها ممكن نجدد لك ونرخص لك باسم صاحبها تاني، تجيب 3 بعد ال3 كمان. موديل 2011 مرور فيصل، الحالة بتاعتها حالتها ممتازة، تأكل لقمة عيش وتفتح برضو بدل البيت 2. موديل 2011 فيها 4 فرد كاوتش بحالة الزيرو برضو، طقم جنوط سبور، دواسة فرنساوي في الأرضية، كسو جلد للكراسي عمولة، فرش في السقف والجناب عمولة. فيها صالون كامل حالته ممتازة، صالون يعتبر بحالة الزيرو. فيها بقى مكنة وعفشة ولا تجرب، حالة ممتازة. المكنة بتاعتها حالتها ممتازة جدا، تأكل لقمة عيش برضو وتفتح بدل البيت 2. موديل 2011 مرور فيصل، رخصة 3 سنين، توكيل مفتوح بالتجديد والترخيص. سعرها في الكاش عامل كام؟ عاملة 49,000 جنيه بس. 49,000 جنيه، ب 49,000 جنيه، موديل 2011 مرور فيصل، رخصة 3 سنين، 49,000 جنيه. ركز في الرقم كويس، ب 49,000 جنيه بس، رخصة 3 سنين، صالون كامل، تأكل لقمة عيش وتفتح بدل البيت 2 و3 كمان. ادي الصالون بتاع العربية من جوه، قلنا دواسة فرنساوي في الأرضية، كسو جلد للكراسي عمولة، فرش في السقف والجناب عمولة، مش هتصرف عليها جنيه واحد، هتشتغل على طول. وسعرها زي ما قلنا 49,000 جنيه بس.
ببلاش ببلاش ب49,000 جنيه بس، موديل 2011 مرور فيصل، وقلنا فيها كمان توكيل مفتوح، يعني لو حابب تجدد وترخص باسم صاحبها تاني ممكن تجدد وترخص باسمه تاني. يبقى تاني عربية معانا النهاردة موديل 2011 ب49,000 جنيه بس. العربية بقى التالتة اللي معانا النهاردة موديل 2011 مرور الأميرية، وعربية فابريكا بره وجوه، بمعنى كلمة فابريكا بره وجوه، وحتة من الممنوعات للي بيدور فعلا على الممنوعات. سليمة، الصدر زي ما احنا شايفين كده قدام عينينا، لا خبطة ولا ردة ولا الدموع، فابريكا القايم اليمين بالذنب بتاعته بالمضرب فاصل القايم، حتة من الممنوعات. القايم الشمال بالذنب بتاعته بالمضرب فاصل القايم. سليم، العربية دي موديل 2011 كرتونة، كرتونة بمعنى كلمة كرتونة، يعني عربية من الزيرو وهي مع شخص واحد بس وما اشتغلتش، وكانت مرفوعة عند الراجل ده حوالي 4 سنين ما بيشتغلش بيها. موديل 2011 ما فيهاش جرام بوهية واحد، فيها 4 فرد كاوتش بحالة الزيرو، طقم جنوط حديد وضع المصنع، طقم كارتيرات كامل في العربية، مش هتصرف عليها جنيه واحد. موديل 2011، ادي الشنطة من ورا زي ما الكتاب قال، العربية فعلا وضع المصنع، وضع المصنع، وضع بلادها. موديل 2011، انك تلاقي عربية موديل 2011 فابريكا بره وجوه، وضع مصنع، ما اشتغلتش كتير، ما تهنتش، عربية بيتي ومقنية، بتبقى حاجة صعبة جدا في الجو اللي احنا فيه. موديل 2011 عربية فابريكا بره وجوه، بمعنى كلمة فابريكا بره وجوه، وحتة من الممنوعات للي بيدور فعلا على الممنوعات. عربية فيها مكنة او عفشة ولا تجرب حالة، ممتازة جدا مكانتها، حالتها 200%، دواسة جلد في الارضية زي ما احنا شايفين كده في الدواخل، الكراسي وضع بلادها، فش في السقف والجناب وضع الفابريكا. عربية موديل 2011 حتة من الممنوعات للي بيدور فعلا على الممنوعات. طب العربية دي وضعها ايه معانا؟ اهو بص على الازاز كده، 2011 زي ما احنا شايفين كده، كل لوح ازاز مكتوب على 2011، مفيش لوح ازاز اتغير من مكانه. دي مقدمها 40,000 جنيه بس، موديل 2011. العربية بقى الرابعة اللي معانا النهاردة موديل 2010، عربية فابريكا بره وجوه بس رشة نظافة بره على اللحم، رشة بره على اللحم، عربية موديل 2010 مفيش لوح ازاز واحد اتغير من مكانه فيها، وهوريكوا دلوقتي كل لوح ازاز مكتوب عليه 2010. ادي الصدر بتاع العربية، لا سندة بالايد ولا خربوش ولا خدش ولا دقة على البرد ولا الدموع، زيرو زيرو بمعنى كلمة زيرو. يعني القايم اليمين بالذنب بتاعته بالمضرب فاصل القايم، حتة من الممنوعات. القايم الشمال بالذنب بتاعته بالمضرب فاصل القايم. سليم، العربية فعلا طابلوه، طابلوه فني، موديل 2010 مرور الدقي، وفيها رخصة 10 شهور ومن الزيرو وهي مع شخص واحد بس، مفيش لوح ازاز واحد اتغير من مكانه فيها. عربية وضع بلادها، كرتونة، كرتونة بمعنى كلمة كرتونة. يعني ادي الجنب اليمين 4 فرد كاوتش بحالة الزيرو، طقم جنوط حديد وضع المصنع، اهو ادي الازاز 2010 2010 2010 10، مفيش لوح ازاز واحد اتغير من مكانه فيها. موديل 2010 وضع بلادها، وضع المصنع، عربية فعلا كرتونة، من النوادر اللي انت ممكن تشوفها في حياتك، قليل قوي انك تلاقي الحالات دي. عربية موديل 2010 وضع بلادها كرتونة، ادي الشنطة من ورا، طب له فني. الجنب الشمال زي ما احنا شايفين كده، 4 فرد كاوتش بحالة الزيرو، طقم جنوط حديد وضع المصنع، قلنا مفيش لوح ازاز واحد اتغير من مكانه فيها، ادي 10،
فيها مكنة وعفشة ولا تجرب حالة ممتازة جدا. المكنة حالتها 200%، 200%، 10 10، مش هتلاقي لوح ازاز واحد اتغير من مكانه فيها. ده دليل على ان العربية وضع بلادها سليمة، سليمة بمعنى كلمة سليمة، يعني موديل 2010 حتة من الممنوعات للغاوي. نفتح كده ونبص على الدواخل، الدواسة وضع بلادها. تخيل ان في دواسة بقالها 13 او 12 كام 12 سنة ولسه وضع بلادها. فرش في السقف والجناب وضع الفابريكا. انت العربية اساسا وانت بتفتحها كده بتشم من جوه ريحة الفابريكا فيها. موديل 2010 حتة من الممنوعات فعلا، حتة من الممنوعات للي بيدور فعلا على الممنوعات. وقلنا ان هي مرور الدقي وفيها رخصة 10 شهور، 10 شهور موديل 2010، حتة من الممنوعات للي بيدور فعلا على الممنوعات. سليمة، سليمة بمعنى كلمة سليمة. يعني العربية الأخيرة اللي معانا النهاردة موديل 2012، مرور مدينة نصر وفيها رخصة 7 شهور. العربية دي سقف ودواخل وقوايم في أمريكا، رش حزام نظافة من برة، موديل 2012، رش حزام نظافة، إنما السقف والدواخل والقوايم فابريكا. أدي الصدر زي ما احنا شايفين كده بالقوايم، القايم اليمين والقايم الشمال. قلنا إن السقف فابريكا، رش حزام نظافة يعني رش الأربع أجناب، إنما السقف والدواخل والقوايم فابريكا. فيها 4 فرق كاوتش بحالة الزيرو، فيها طقم جنوط سبور، فيها طقم كارتيرات كامل في العربية. فيها دواسة جلد في الأرضية، الكراسي وضع بلادها، عربية موديل 2012، فيها مكنة وعفشة ولا تجرب حالة ممتازة جدا. المكنة فعلا حالتها ممتازة. عربية تأكل معاك لقمة عيش وتفتح بدل البيت 203 كمان. موديل 2012، مرور مدينة نصر بمحافظة القاهرة. أدي الجنب الشمال، قلنا 4 فرق كاوتش بحالة الزيرو، طقم جنوط سبور، طقم كارتيرات كامل في العربية، قلنا فيها مكنة وعفشة ولا تجرب حالة ممتازة جدا. موديل 2012. نبص برضو على الدواخل من جوه، قلنا فيها دواسة جلد في الأرضية، فرش في السقف والجناب وضع الفابريكا، فيها فرش في السقف والجناب عمولة برضو، إنما الكراسي هي اللي وضع الفابريكا. موديل 2012، مرور مدينة نصر، حتة من الممنوعات للي بيدور فعلا على الممنوعات. المقدم بتاعها 40,000 جنيه بس. يبقى كده عرضنا النهاردة 5 عربيات أسعارهم حنينين جدا، ويأكلوا لهم تعيش ويفتحوا بدل البيت 203 كمان. موديلاتهم من 2010 ل 2016. كان معكم أخوكم نور الحق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء في حلقات قادمة إن شاء الله.